تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمزيد من الحزن شهداء الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع في جنوب مدينة بئر العبد، وتدعو الله أن يلهم المصريين الصبر والسلوان وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وتؤكد المجموعة وإدارتها وكافة العاملين بها أنها تقف مع جموع الشعب خلف الدولة المصرية وقواتنا المسلحة ورجال الشرطة، واثقين بإذن الله في قدرتنا على المواجهة والقضاء على عصابات الإرهاب الأسود. حافظ الله مصر وحافظ شعبها.